حبيت أشارككم التجربة جربناها وشفناها، حبينا تشاركوني فيها. بعثت لأصدقائي والكل اهتم بالموضوع وسألني معلومات عن المكان. هاي سفينة راح تكون خط بدايتها من قطر لدول الخليج، تسمى الكروز، اسمها دياديما، بتبلش من قطر، وهي أول تجربة تطلع من الدوحة لمدة 3 شهور. راح تلف دول الخليج والخليج العربي لمدة أسبوع بإذن الله. بتبلش بدايتها من هذا الشهر، من أول ديسمبر، راح تكون بدايتها لأبو ظبي. الإقلاع من قطر تكون فترة بعض الظهر، توصل صباحا لأبو ظبي، تكون القعدة يوم كامل لتاني يوم الصبح، بتكمل على دبي نفس القصة، بتقضي يوم كامل، بتكمل بعدين على عمان وبترجع لقطر. الحلو فيها انه مجرد ما تنزلوا من المركبة من السفينة بتقدروا تعملوا جولات بالمناطق اللي بتكون تنزلوا فيها، ابو ظبي، دبي، عمان. طبعا بتعملوا جولاتكم، بتحبوا تشوفوا اهليكم، بتحبوا تعملوا شوبينج، هذا الشيء برجع لكم، عندكم حرية التصرف، بس لازم يكون في التزام بموعد رجوع للسفينة، لأنه هم ملتزمين من الناحية الأمنية والتوقيت والتكلفة، ما بيقدروا يتأخروا، بتكمل الرحلة وبترجع للدوحة. الحلو في هاي السفينة إنه فيها حوالي 15 دور، حوالي بتوسع لحوالي 5000 شخص، وفيها حوالي سبا، يعني أندية رياضية، فيها 7 مطاعم، فيها 3 أدوار للأطفال يعملوا كل اللي بدهم إياه، ألعابهم، قراءة. هذه 3 أدوار متخصصين بس للأطفال. بعدين فيها حوالي 1860 غرفة. تقسيم الغرف رح يكون كالآتي: غرف داخلية ما بتطل على أي شيء، ما فيها نوافذ. غرف تانية بتكون عندها مطلة على المحيط، على البحر، في لها نافذة أو شباك. وفي كمان غرف تانية، طبعاً كل غرفة سعرها بيختلف، لها بلكونة بتطل على الخليج. وطبعاً فيها كمان سويتات، طبعاً بوفيهاتها ومطاعمها شامل كل الأطعمة المطلوبة. الحلو فيها إنه وصلتوا على مثلاً أبو ظبي أو دبي أو عمان، في ناس ما بحبوا ينزلوا، فيهم يبقوا بالسفينة ما عندهم مشكلة، وجباتهم شغلاتهم موجودة، بس في بعض الأشياء إنه ما بتنزل إلا لما بتتحرك السفينة. طبعاً الحلو في هاي السفينة شو ما بدكم بيعملوا لكم، ما عندهم مشكلة، بس طبعاً رح يكون في عليها إضافة، إنه رح تدفع مبلغ إضافي لطلباتكم اللي هي زيادة عن الموجودة للجميع. نرجع نيجي للفياز. عندكم بما إنه رح تنزلوا بالإمارات وبعمان، رح يكون في فياز مطلوب منكم. فياز للإمارات رح تكون في فيزتين، فيزا لأبو ظبي وفيزا لدبي. طبعا رح تقولوا ليش يعني فيزتين مع إنهم نفس المنطقة؟ لأنه رح تفوتوا على أبو ظبي، تخلصوا منها وترجعوا للسفينة، ورح تكمل رحلتها، يعني أنتوا هيك طلعتوا من المنطقة. رح تطلعوا على دبي، رح تدخلوا، هاي كمان فيزا، وعندكم فيزا لعمان. فيزا أبو ظبي ودبي تقريبا بتكلف 500 أو 1000 تقريبا، هاي بترجع لنشيك معه. عمان رح تكون أرخص وأسهل، لأنه أنتوا أوريدي عملتوا فيزا للإمارات. الأطفال في لهم معاملة خاصة، الأطفال ما بتدفع عليهم، يعني لهم خصم إنه بتدفع تقريبا بس 500 ريال، راح تكون هاي كضرائب بس، أما الأشياء التانية كلها فري لإلهم. وفي مميزات وفي أشياء حلوة عندهم، في حالة إنكم طلبتوا أشياء خاصة ممكن يوفروا لكم إياها، بس بلغوهم قبل بوقت عشان يجهزوا لكم إياها.
وهم ما عندهم استعداد. كل اللي بدكم اياه في كمان الجوازات بيعملوا لكم اياها بالسفينه، يعني بيجيكم ناس على السفينه وبيعملوا لكم الفيزا عند الوصول مشان ما ياخروكم وتمشي اموركم. الحلو فيها هي كمان انه وصلتوا دبي او ابو ظبي وحاملين حابين تعملوا جولات سياحيه، ممكن تعملوها دايركت مع السفينه او ممكن تعملوها اول ما توصل البلد، او ان بتحبوا تبلغونا احنا ممكن نرتب لكم برنامج وتشوفوا شو اللي بتحبوه وبنرتب لكم برنامج، هيك بتكونوا غطيتوا كل شيء بس بتستمتعوا. طبعا هم اختاروا هلا من ديسمبر لشهر 3 مارس لانه بهاي الفتره بيبقى الجو كتير حلو، القعده على البحر حلوه، بعد هيك طبعا الصيف ما حدا بيقدر يتحمل، فهاي افضل اوقات اختاروها عشان تبدا رحلتهم. هلا اجينا للي اهم، السعر. في طبعا كذا نوعيه غرف وكل غرفه لها سعرها. الغرف اللي بتكون بنص السفينه طبعا تبقى غرفه من غير نافذه من غير شباك، تقريبا بتبدا من 1700 ريال طبعا لاسبوع. الغرفه اللي عند لها شباك وبتطل على الخليج 2300 ريال برضو تقريبا. الغرفه اللي لها بلكوني فرندا وبتطل على الخليج برضو تبدا من 3000 ريال. السويت بتاخد تقريبا بس اربع اشخاص، سويت بتكون بحوالي فوق 5000. السويت ممكن تاخد مثلا شخصين كبار وطفلين صغار، اكثر من هيك ما بتاخد، بتطلع ب 5000 ريال ابتداء من 5000 ريال. طبعا هاي تبقى شامله كل شيء ان كان في حدود السفينه، الوجبات او كل الفاسيليتي، كل الاشياء اللي موجوده بالسفينه. خارج السفينه مش من ضمن السعر. وان شاء الله رحله سعيده.